أعلنت الخارجية الأردنية استمرار عمليات البحث عن حجاج أردنيين مفقودين في البقاع المقدسة واستكمال إجراءات نقل ودفن المتوفين منهم. وأصدرت القنصلية العامة الأردنية في السعودية 41 تصريحا لدفن حجاج أردنيين في مكة المكرمة بناء على رغبة ذويهم، وهم جميعهم ليسوا من ضمن بعثة الحج الرسمية الأردنية. أغلبهم توفوا جراء تعرضهم لضربات شمس وسط موجة الحر الشديدة بحسب البيان. وفي تونس أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن عدد حالات الوفاة بين الحجاج التونسيين بلغ 35 شخصا وفقا للبيانات الواردة من قنصليتها في جدة. كما أكدت الوزارة تنسيق البعثة الدبلوماسية التونسية بالرياض والقنصلية العامة بجدة مع السلطات السعودية المختصة وعائلات الحجاج لإتمام الإجراءات المتعلقة بعودتهم ودفنهم. للوقوف أكثر على تفاصيل ما جاء في وزارة الخارجية الأردنية والتونسية حول وفاة الحجاج في موسم أهل الحج هذا العام، ينضم إلينا من عمان مراسل المشهد عرار الشلول، ومن تونس مراسلتنا أميمة بن خلف. أهلا بكم زملائي، أبدأ معك عرار. إذا لو تطلعنا أكثر على تفاصيل بيان وزارة الخارجية الأردنية المتعلق بوفاة بعض الحجاج خلال هذا الموسم. مالك، بعدما أعلنت الخارجية الأردنية عن ارتفاع حصيلة وفيات الحجيج الأردنيين في مكة المكرمة إلى 41 من الحجاج الأردنيين، أعلنت كذلك عن أن هناك وجود لحالات حرجة بين الحجيج الأردنيين في المستشفيات السعودية، وأعلنت أيضا أن طواقم السفارة الأردنية والقنصليات التابعة لها في جدة ومكة المكرمة وأيضا حتى سفارة في الرياض والبعثة وبعثة وزارة الأوقاف تتابع شؤون الحجيج في البعثة أو الغير النظاميين إنجاز التعبير، وأيضا عثرت على 84 من المفقودين غالبيتهم عثر عليهم في المستشفيات وأماكن تقديم الرعاية الصحية. وفق السجلات الرسمية هناك 22 مفقودا ما زالت عملية البحث جارية عنهم، لذلك نتحدث اليوم عن 84 مفقودا تم العثور عليهم وأعلن ذلك في المستشفيات وأماكن تقديم الرعاية الصحية. حالتهم تتفاوت بين الجيدة والمتوسطة والحرجة، طبعا غالبية الأسباب تشير إلى أن وفق البيانات الرسمية بطبيعة الحال إلى أن السبب المباشر يعني الغيبوبة أو حالات الغيبوبة حالات فقدان الوعي التي عانوها كانت من جراء الإعياء وضربات الشمس وكذلك الإجهاد الحراري. لذلك ما زالت عمليات البحث أيضا جارية عن مفقودين آخرين، وما زالت عملية البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل الأردنيين حيث تنشر أسماء العديد من الأردنيين ربما لم يكونوا في سجلات وزارة الخارجية، لذلك نتحدث عن أعداد يمكن أن تكون قابلة للارتفاع سواء على صعيد المتوفين من الحجيج أو على صعيد المفقودين. صفحات على منصات التواصل الاجتماعي خصصت البحث عن المفقودين، طبعا هذا مع الجهود التي تبذلها الخارجية الأردنية بالتنسيق مع السلطات السعودية أيضا والبعثة الرسمية للحج في الأردن في المملكة العربية السعودية لنقل المتوفين إلى الأراضي الأردنية إن كانت هناك رغبة حاضرة لدى ذويهم أو الإبقاء عليهم وإصدار تصريح الدفن في الأراضي السعودية. طيب ابقى معي راضة، سنستطلع أيضا الصورة في تونس. تونس أيضا أميمة، بحسب بيان وزارة الخارجية أعلنت عن وفاة ما لا يقل عن 35 حاج هذا الموسم، ما التفاصيل؟ بالفعل مالك، 5 حجيج ينتمون إلى القرعة عبر القرعة أي البعثة الرسمية، و30 حاجا غادروا تونس نحو المملكة السعودية بتأشيرة سياحة أو زيارة أو عمرة، ووقع تمديد في هذه التأشيرات إلى حين بلوغ موسم الحج. وزارة الخارجية التونسية تقول أن بعثة الدبلوماسية في الرياض وكذلك القنصلية التونسية في جدة تنسق فيما بينها لتقوم
سنقوم بجولة في عدد من المستشفيات لإحصاء عدد المقيمين بالبقاع المقدسة، وتقول بأنه لا يمكن أن تأتي أرقام غير الأرقام الرسمية التي تسلمها الوزارة. وكان الوزير في وقت سابق منذ يومين يوم التروية قد زار الحجاج لتفقد أوضاعهم، وتؤمن وزارة الشؤون الدينية 520 عونا يرافقون بعثة الحجيج النظاميين إن صح التعبير، بين إرشاد ديني صحي وخدماتي، والعدد المجمل 11,000 حاج هذه السنة. كانت أولى الرحلات في 22 من مايو، ويتوقع وصول أو عودة أولى الرحلات في 21 من يونيو الحالي. تواترت كذلك البوستات على مواقع التواصل الاجتماعي فقدان عدد آخر ربما أكبر من الحجيج خاصة من جنوب تونس. الرقم يفيد ب30 كما ذكرت بطريقة يعني غير نظامية، ووصل السلطات انتقاد كبير خاصة من المجتمع المدني في خصوص هذا الموضوع، والنشاط يعني عدد من وكالات الأسفار بطريقة غير قانونية في شكل يشكل مما يشكل خطورة على الحجيج التونسيين. يعني أيضا سأستطلع الصورة من عرار. عرار ركزت الخارجية الأردنية على أن أغلب أو كل الذين توفوا من الحجاج هم غير ليسوا من البعثة الرسمية الأردنية للحجاج. بالفعل رامي، هم ليسوا من البعثة الأردنية للحج كما أشارت وزارة الخارجية الأردنية ووزارة الأوقاف، لذلك نتحدث عن حجيج من غير النظاميين كما وصفتهم بعض المصادر. وهذه العملية الحج غير النظامي يبدأ قبل أسابيع من بدء موسم الحج وانطلاق قوافل الحجيج الرسميين إلى الأراضي المقدسة، تتم من خلال اللجوء إلى بعض مكاتب السياحة والسفر ومكاتب تسيير رحلات الحج والعمرة مقابل مبالغ ربما زهيدة مقارنة بالمبالغ التي تدفع على الحج ضمن البعثات الرسمية التي تصل طبعا إلى أكثر من 4,000 دولار وتصل إلى 10,000 دولار، بينما تصل في الحج غير النظامي إلى حوالي 1,000-1,200 دولار تقريبا. لذلك نتحدث عن مبلغ زهيد مقارنة بالحج النظامي، وهو يلجأ له الكثير لعاملين اقتصاديين، لعاملين من الممكن أن يكون عامل اقتصادي، والعامل الآخر هو العامل العمري، حيث نظام الحج في الأردن لا يتيح لمن هم بعد عام 1970. نتحدث عن أن من يحق له الحج هو يجب أن يكون عمريا فوق سن 53، ويشترط كذلك أن لا يكون قد حج مرة أخرى ليتم تأهيله للقرعة ضمن بعثات الحج. لذلك يتم تسيير هذه البعثات، بعثات الحج الرسمية، وفق يعني التعليمات الرسمية والشروط الرسمية. لذلك مالك مع آخر المعلومات، وتقول إن الحكومة الأردنية فتحت تحقيقا موسعا حول هذا الأمر وتحريات واسعة تجري مع مكاتب السياحة ومكاتب الحج والعمرة للوقوف على الأسباب وتحويل المسؤولين المباشرين والمتورطين في تسيير بعثات حج غير نظامية وغير رسمية إلى القضاء. وضحت الصورة، شكرا لك من عمان مراسل المشهد عرارة الشلول، كذلك الشكر موصول لمراسلتنا من تونس أميمة بن خلف على جميع هذه التفاصيل.